مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا سوبر كيدز. النهارده حلقتنا مختلفه عن اي حلقه، هيكون معانا ضيفه ابدعت في مجال الهاند ميد في شتى المجالات. هنتعرف عليها النهارده وهنعرف اكتر عن البراند الخاص بيها، براند الابداع الفني، وهتكون منورانا النهارده مصممه الهاند ميد استاذه نوره محمد صابر. صباح الخير. صباح الفل، زي ازيك؟ حضرتك. الحمد لله. طبعا حلقتنا النهارده مختلفه. شايفه معايا حاجات، يعني انا شفت صور بس طبعا على الطبيعه حاجات احلى بكتير، فعاوزاكي بدايه قبل ما ندخل ونشوف ايه الكلام اللي قدامنا ده، تكلمينا عن نفسك وعن بدايتك. والله انا بدات المشروع ده من 16 سنه. يعني انا بحب اصلا شغل الهاند ميد عامه. من شغل الهاند 16 ميد ده سنه؟ من 16 سنه. انت سنك كام سنه؟ 16 سنه ازاي؟ يعني بقالي 16 سنه، بقالي 16 16 سنه سنه شغاله في المجال ده. ما شاء الله. حضرتك اول ما بدات، انا اصلا بحبه، الشغل ده كله يدوي ملوش 16 مكان. سنة في نفس المجال ده، يعني أنا لا، بدأ أول ما بدأت في شغل العبايات وشغل الأطفال ده، بدأت فيه. يعني سألت على الشركات والمصانع اللي بتشتغل الشغل دوت، قالوا لي حضرتك، يعني دخلت المجال نفسه من باب الشركات والمصانع، سألتهم العباية بتخلصوها ازاي، الدنيا دي ازاي، قالوا لي انت بتحبي الشغل ده، قلت لهم اه، قالوا لي طب هنديكي شغلنا وقولي لنا هتعملي فيه ايه. فهم بيجيبوا لك العباية فاضية ما فيهاش شغل خالص. انتي اشتغلتي العباية زي ايوه العبايه تطريز كده متقفله، مثلا؟ اه، بس انت بتطرزي عليها عشان تطلع بشكل لايق ويبقى شكله كويس، ان الست تلبسي تقول واو ده تحفه جميل. اوكي. برضو شغل الاطفال كده انا بتلاقي عليه شفت شغل معانا فيديو، حاجات، ويا ريت لو نعرضه واحنا بنتكلم. شوفي كده هتلاقيه حاجه. بصي يعني العبايه اصلا كانت فاضيه خالص، حطينا فيها شغل خلاها شكل تاني وحاجه تانيه جميله جدا. ما شاء الله. ده بالنسبه للعبايات. وبرضو دخلنا في مجال الاطفال بنفس الطريقه، بقينا نطعم للاطفال حاجات اكسسوارات كده وحاجات جميله تحط عليها تبقى شكلها تحفه قوي. كان بيبقى مثلا ديزاين بتاعك ولا لا انتي تفكيري انا، ما حدش بيقول لي تفكير؟ اعملي ايه. طيب انتي قلتي لي من 16 سنه، فمن 16 سنه ما كانش فيه زي دلوقتي التوعيه والكورسز والحاجات اللي بندرسها علشان ننمي الموهبه. اكيد. هل بقى انتي اشتغلتي موهبه وبعدين احتراف مع ممارسه لا الموهبه بصي، هو ولا هوايه درستي؟ يعني، هو لا لا ما درستوش خالص، هو الموضوع كله هوايه، هو مش دراستي اساسا، الشغل هوايه حبيته اشتغلتي فيه. بقيت كل ما بتشتغلي كل ما بتتطوري فيه، فاهماني ازاي؟ بتنزلي السوق بتشوفي ايه المجالات الموجوده، ايه الخامات الموجوده اللي تقدر تحطيها على الشغل. يعني بشوف شغل بره ايه اللي حاجات اللي هم جايبينها دي وصلت مصر بالفعل، وبقينا نشتغل بيها بنفس الطريقه. طيب قلتي من 16 سنة، اه من 16 سنة ده انت كنتي بتشتغلي مع مصانع، مع مصانع. هل انت بقى انفردتي وبقيتي لوحدك لا ليكي لسه براند لحد خاص بيكي؟ دلوقتي، لسه لحد دلوقتي بشتغل مع الشركات والمصانع بشغل العبايات بس وشغل ليكي براند الاطفال. اللي هو براند دلوقتي عملت الابداع. براند الابداع الفني، ده حاجه تانية بقى. ايام الكورونا انت عارفه كل حاجه كانت واقفه، طبعا. فلما كل حاجه وقفت طب ايه هنشتغل ايه، فقعدت كده زهقانه شويه، وبعدين عملت حاجه كده في البيت ليا انا خاصه، طلعت حلوه. البنات قالوا لي صحاب بنتي ايه يا طنط دي حاجه جميله قوي، طب ايه رايك كما تنزليها على ماركت، قلت لهم تمام من عيني حاضر، بس ده هيطلع فكر حلوه. بقى جديد جديد، يعني برافو راحت عليهم. قالوا لي اه هتطلع حلوه، طب يا بنات معقوله، قالوا بس هاتي هاتي. راحت الاء وحنان ومنار واخدين مني الصور والحاجه، صوروا الاء مصوره ما شاء الله عليها، ومحمد فظيع ابن برافو اخويا، آلاء وحنان ومنار ومحمد. ومحمد اه، وقطه بقى، الا قطه دي، قطه دي اللي بصي المساعد بتاعي رقم واحد، صغيره بس بقى ايه حاجه لذيذه كده حلو تحب ان انت الحاجه. بتعلميهم علمتهم كل حاجه، حتى بعد ما خلصت الثانويه العامه حابين يشتغلوا معايا في المجال ده بقى اللي انت بتتكلمي عنه، ده اللي هو البراند بتاعنا الشغل ده. ده. طيب الفكرة بقى، انت بتقولي جاتلك، انت كنتي قاعدة ايام الكورونا اه، فبدات فحبيتي، اعمل فيها اه، والموضوع اشتغل معاكي. اشتغل معايا الحمد لله. لما نزلته على ماركت عجبوا الناس جدا، والناس بدات تتصل وعايزين، وبقيت ابعت لهم اونلاين. طيب انت يعني جاتلك الفكرة ازاي؟ شغل يعني البنات انت مثلا اه، يعني مثلا دي شوكو معالق، صح؟ اه دي شوكه معالق، شفت حضرتك عامله ازاي، هتحب اوريها لك. بصي حاجه يعني، بصي بصي الشوكه شكلها ازاي، دي لو قدمتيها على سفره لا دي ما تتقدمش على السفرة يا جماعة. دي ايه الجمال ده؟ يعني جاتلك بصي الفكرة ذوقك ازاي ان انت تمسكي شوكة يعني الحاجات دي بتبقى حاجه. حاجات عملية بقى وعلى وبناكل فكره بيها؟ مش هتصدي ولا اي حاجه، تتغسل وتتنشف هنتكلم عن واللزق بتاعها الماتيريال، كويس. اه لا لا هنتكلم حاجه عن كويسه جدا. اوكي. طيب انت جاتلك الفكرة ان انت تحطي الشغل ده، بس انا شايفة ان ده شغل اسمه الماظ، صح كده؟ ان انت تحطيه على معالق وشوك والشغل ده، هل اي حد بيفهم الشغل ده ولا مش عموما؟ اي حد يشتغله، لان اولا ليه ماده معينه تشتغلي بيها،
ثانيا ان انت لازم تنقي الخامه نفسها، ان انت تشتغلي عليها تكون ما بتصديش، يكون عندك علم بيها. على فكره في منها كتير في السوق ما هو بس طبعا انت بيصدي. على مدار 16 سنه اكتسبتي خبره خدت كبيره. خبره منها كويسه. طيب قولي لي بقى، اي حد بيبدا براند، هنتكلم عن البراند يعني اول، بيبقى في قطعه كده مثلا هي اللي بدات معايا خليتك تكملي؟ وانا والله لو بدات حاجه مثلا، بدات في مجال، ببقى عاوزه تشجيع، آه. فايه اكتر قطعه اشتغلت معاكي؟ قطعة اسمها وش الخير، شيال الكحك وبسكوت، ما شاء دي الله كانت وش الخير عليا بالفعل. ادي عملتها كده سميتيها وانا وش الخير. سهرانة زي القطعة اللي قدام حضرتك احنا دي. معانا صور، شايفين الصور على الشاشة بقى، لو تشرحي لنا. بصي، ده بوكي ورد عرايس، ده بوكيهات الورد بتاعت العرايس كلها انا بشتغلها. طبعا برافو، العروسة لما بتيجي انا تشتري شايفة الفستان بوكيه قدامي. بتدور على بوكيه الورد فبتتعب فيه قوي، صح، فدلوقتي بقيت اجيبهولها بسهولة على النت، تخشي وتسأل عليه برافو، وبأسعار ممتازة. ده بالنسبة لبوكيهات ايه الورد. الحلاوة دي، ميرسي قوي ايه يا حبيبة الجمال قلبي، ده. كلك ذوق، ميرسي قوي. يعني انتي ما اقتصرتيش على الشغل ده، وده ايه؟ ده حاليا ده طقم شوربة ده طقم شوربة يتحط على السفرة كمان. للضيوف، برضو حاجة للعرايس جميلة جدا، معمولة بالاستراس، حاجة لذيذة. حلوة قوي. بوكيهات الورد عندك عامله لك اشكال كتير، يعني انت عارفه البوكيه اللي معانا شايفة اصلا على الترابيزه النهارده ده، ده، ده شايفة حاجة طقم جاتوه. زي شبه كده. شبه كده. ده طقم جاتوه، برافو، ده حاجه بصي جميله جدا. هو ده اللي معانا دلوقتي، ده اللي هو طقم قدام شاي. معانا ده. ده طقم طقم شاي. شاي. طبعا البراند بتاعك منور، ميرسي الإبداع قوي، الفني. ربنا يخليكي. عاوزاكي بقى تكلميني عن الماتيريال. انت قلتي لي خامات ما بتصديش وخامات عالية، يعني اكيد. بتجيبي خامات ازاي؟ يعني هل بترشحي الخامات المحلية، بتشجعي الصناعة المحلية، كلها او جايباها من ميكس مصر؟ بقى لا 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 لا، يعني بصي هو كله فاهمة؟ مستورد من الصين عامة، معروف في السوق، بس هو موجود في مصر فاحنا نشغله. في ناس ما تعرفش اصلا قيمته، يعني في ناس ما لهاش صلة بيه اساسا، فاحنا بندخله في شغل اللي احنا عاملينه الجديد دوت. هو كان ينزل على العبايات، بينزل على شغل الاطفال، بينزل على المفارش، لكن ان هو ينزل على ازاز دي كانت فكرة جديدة. بالظبط. فاهمين هل ازاي؟ انا بقى شايفه حاجه عاوزه اسالك عليها، اتفضلي. شايفه ان كل شغل سيلفر وجولد، في بنشتغل بقى حسب الوان العرايس، ولا على حسب ما؟ في الوان، بس اكتر حاجه ظاهره للشغل الازاز دي ايه؟ كله دي دي بومبونيرا بونبونيره ولا دي ايه؟ شوكولاته. بريد شوكولاته. حلو قوي. هو انا مش شايفه عشان من بعيد شويه، وده بوكيه ورد ايه برضه. الجمال ده؟ تسلمي يا حبيبتي. البوكيه ده الورده اسمه ايه او انتي مسمياه ايه؟ بصي، كل البوكيه ده ورد، انا بشوفه مع عرايس كتير دلوقتي، وفي منه اللي هو على السيلفر كل شوية. ورد، كل ورد ليه شكل، وكل ورد بنسميه اسم حسب العروسة اللي عايزاه. بس انا اللي عاجبني ان احنا الكورونا كانت مثلا من شهر 3 بدأت ذروتها، فان انتي ما شاء الله تعملي الشغل ده ويجيلك التفكير ده، يعني انتي برافو، انتي موهبة مش ميرسي يا موجودة حبيبتي، ربنا بجد. يخليكي. يعني انتي فكرتي في ده، وكمان دخلتي البوكيه، وكمان سمعت بتعملي التاج تقريبا. كل حاجة بتخص العرايس بعملها. وبعدين مش بشتغل في المصنع بس، او عندي عماله في المصنع بس، في ناس ستات البيوت بخليها تشتغل في البيت كمان. كمان الناس بتشتغل معايا بالنسبه لشغل الشركات والمصانع في البيوت، بديها شغل اتعلمتها ونزلت لها اللي بتاخد في البيت، بتيجي عندي المصنع تاخد شغل في البيت وتشتغل في بيتها وهي قاعده، سلمهولي. ومين انت اللي بتعلميهم؟ كل حاجه احنا اللي بنعلمها لهم، كل حاجه برافو تخطر على بالك احنا اللي بنعلمها لهم. برافو. طيب يعني عاوزاكي تقولي لي موضوع بقى ان انتي بدأتي شغل ودخلتي الناس باب رزق كمان، الحمد لله. وبتجيبي الناس تعلميها، يعني ايه الفكرة جت ازاي ان انتي تجيبي والله ناس كمان يشتغلوا في البيت الناس اللي بتشتغل في البيت دي من 16 سنة، هما من هويتهم من 16 سنة؟ 16 سنة هما حابين. يعني في ناس كتير محتاجة وفي ناس كتير حابة، فاهمة ازاي طبعا. حضرتك؟ فاللي حابة بتشتغل، واللي محتاجة برضو بتتعلم عشان تشتغل، فبقت تساعد بيتها، بتساعد أولادها وهي قاعدة في بيتها، مش متبهدلة ولا خارجة بره ولا دي أي حاجة حاجة. دي كويسة طبعا. ستات أنا بعزها جدا وبحبها قوي. يعني طب عاوزة اعرف منك بقى، انت الشغل ده كله انت معتمدة على الاونلاين بس ولا؟ انا بصي اللي شهر الموضوع اكتر كمان، ان انا شفت ناس يوتيوبر بعت لهم هدايا من الشغل ده عجبهم جدا، وفي منهم ناس شكرت في الشغل فوق ما تتخيلي. بيعملوا ريفيو بقى عن الشغل. يعني مثلا هدية بعتها لحد، فالله دي جميلة، دي تحفة، اتبهروا بالشغل، شجعوني اكتر. فالناس شافت عند اليوتيوبر من ده ده،
لا بقى وأمدة. تفكيرك ولا تفكير حنان وآلاء ومنار؟ لا اليوتيوبر ده تفكيري انا، لما تفكيري. دخلت لقيتهم بتفرج عليهم كتير، لقيت ناس مشهوره ومعروفه، اه فعلا فبعت لهم لقيتهم في قبول، في ناس محترمه منهم كتير جدا وقابلوا الموضوع، وعايزه اقول لك في تواصل بينا وبين بعض دلوقتي، برافو. مبسوطين جدا ان احنا وصلنا النتيجه دي، لان هم كانوا بادئين معايا من الاول. لا لا السؤال برضو اللي بسألهولك ده اوكي، يعني ده برافو، والبراند بتاعك اسمه يكبر اكتر واكتر، وكويس ان انت بتفكري وفي الفترة البسيطة دي انت اه عملتي الحمد اسم لله. براند كويس. بس اللي انا بسأله، هل انت معتمدة على شغل الاونلاين فقط، ولا انت هتفتحي لا ان شاء الله، مكان، عشمنا في ربنا هتعملي ان احنا ان مكان؟ شاء الله هنفتح مكان قريب باذن الله، ان احنا برضو يبقى حاجتنا لينا مكان باسمنا ينزل فيه الشغل بتاعنا ده غير الاونلاين برضو. طب انا بقى يعني انت دلوقتي بتقولي انا حاليا اونلاين، طيب انا مثلا هاجي هشتري منك حاجه، الحاجه دي انت عاملاها من A to Z مثلا من اولها من اولها لاخرها، لاخرها، ولا الحاجه دي اه يعني انت بتعملي الحاجه يعني الشياله اللي وبتعرضيها؟ قدام حضرتك دي انا اللي جايبه الازاز مقطعاه وجايبه الشاي وجايبه الحاجه الحامل بتاعها ومركباه كل حاجه. ثواني، اه يعني دي مش شياله وانت اشتغلتيها؟ لا 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 انا عاملاها من الاول للاخر، لا ده احنا ده عندنا كذا شكل انتي مش شكل واحد. موهبة كبيرة تسلميلي قوي قوي تسلميلي يا حبيبتي، قوي. تسلمي تسلمي كل يعني ذوق. انا عارفة ان اللي بيبقى عنده موهبة في مجال الهاند ميد عموما، يعني بيبقى اي حاجة قدامه وعاوز يشتغلها. اه يجملها ويشتغلها، عارفة ده. بس ان هي توصل ان انتي تعملي الشيالة من كلها. اولها لاخرها وتزينيها كمان، وقبل الاوردر كمان ما بيروح للعميل لازم ان انا بصوره له فيديو، بصوره له صوره على الطبيعه وببعته له، لان الصور برضو اللي احنا بنعملها غير الصور اللي على الطبيعه، عشان ما يروحش للعميل ويرجع بيبقى متاكد ان الحاجه اللي جايه له حاجه 100%. والحمد لله كل اللي خد من عندنا شكر في الشغل جدا، فضل ونعمه من ربنا. برافو. انا شايفه حاجات بس انا خدت تحفه، كل مجال العرايس، كل حاجه تخطر للعرايس، وشايفه حاجه بقى انت حطاها جنبك ده طقمي، قبل ما نرجع ده للعرايس. طقمي. بصي ده طقم انتريه سفره نيش كامل 16 قطعه احنا بنجيبه بنشتغل عليه. العرايس طبعا عايزه للنيش، شغل للنيش، عايزه حاجه تحطها على ترابيزه الانتريه، فاحنا بنطلع الحاجه دي. بصي التطريز بتاعها، هو من بعيد اصلا باين، يعني دي قطعة النيش اللي بتحط لنيش العروسة. بصي شكلها عامل ازاي، مش عارفة الكاميرا هتجيبها او لا. جايباها الكاميرا. بصوا يا ده جماعة الشغل كله بالطريقة دي. ايه الجمال ده، تسلمي. ده قلتي لي ده للنيش، ده للنيش، وفي طرب في حتة مربعة، قطعة مربعة بتتحط على قولي لي ترابيزة بقى انت الانتريه. اللي بتعملي الشغل كل اللي الشغل عليه. اللي عليه ده كله احنا شغلنا. عايزه اسالك سؤال، اتفضلي. انت طبعا انا عارفه ان دي موهبه وكل حاجه وبرافو، بس مثلا لما يجيلك طقم زي ده بتقولي لي 16 قطعه صح اه كده، ما تزهقيش لا 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 بجد؟ على فكرة اي حد ملوش في المجال اصلا بيمل، لكن انت لما تكوني حاجة حباها هتشتغليها. وبعدين انا دلوقتي قررت كمان ان انا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى ان انا اعمل يعني ايه، ادي كورسات للبنات. في ناس كتير اتصلت بيا حلو وقالت لي جدا عايزين نتعلم. حلو جدا، وخصوصا ان شايفه ان يعني يمكن انا بتكلم في الموضوع ده على طول عندي في البرنامج، ان فكر البنات الجيل الجديد اللي طالع من سن 16 ل 18 19 سنه اللي هو سن الثانوي واللي لسه داخلين جامعه، دايما يقول لك ايه، انا عاوزه اشتغل وانزل واعتمد على نفسي. وطبعا هي مش بيبقى معاها ايوه شهاده او اه حاجه تشتغل في مكان بشهادتها، اكيد فبالتالي بتتبهدل. اه. اه فشايفه ان لو اتعلمت حاجه زي دي بتحبها وبدات على بالظبط. فكره، بتحبها جدا جدا. وبعدين هي او ممكن يعني هي لو ملهاش مزاج مش هتتعلم، بس اه البنت لو ليها مزاج تتعلم ما ده اللي صدقيني بقوله، ان بتطلع، مثلا او ست ممكن البيت ازهق. بتعلم. اه ايوه بالظبط، لكن بتحب لو حد الحاجه خلاص، حابب. لو حبيتها خلاص. طيب عاوزه اسالك سؤال كمان، هل اتفضل. الشغل ده ليه علاقه بالموضه والترند طبعا وكده؟ اكيد اكيد ليه علاقه كل بالموضه حاجه وليها شكل. وكل حاجه يعني ليها حضرتك وقتها. لو شفت طقم الشوربه اللي احنا كنا حاطينه ده عليه تطريز، يعني عليه طباعه، فالطباعه دي احنا لازم نحط عليها حاجه سيمبل قوي عشان تبين الطباعه. في حاجه بتبقى ساده خالص زي طقم الجاتوه، طقم الجاتوه ساده لازم يشتغل من صح الاول للاخر. بالظبط، يعني ما احنا لما بنيجي نشتري اطقم بنشوف بقى الاطقم الساده دي، يعني في ناس بتقولك دي حاجات الفنادق ولا مش عارف ايه. ايوه. اه فلا انت تجيبي عليه رسمه ونقشه حاجه تميزه شويه، فشايفه ان هو ساده خالص وانت حاطه عليه حاجات بسيطه انت شكله شكلك فيه. متغير. وعايزه اقول لحضرتك ان انا مش لما بجيب الطقم ببقى عارفه هعمل فيه ايه، لا على فكره انا عملت قناه يوتيوب مش ان انا بتبقي عارفه لا تعملي لا فيه لا ايه لا يعني؟ انا بجيبه وبحطه قدامي وبجيب الخامات معايا، طب احط فيه، طب برافو احط كذا، لا طب احط كذا، لا لحد ما تطلع معاكي الحاجه هو ده.
تطلع حاجه واو هو ده اللي انا عملته. ماما بصي لما بتعملي الحاجه من الاول للاخر وتلاقي حد يقول لي الله دي جميله، انت بتبسطي. طبعا فالبنات لما تيجي تتعلم مثلا وتاخد كورس في حاجه زي كده هتحب، لاني انا في بنات كتير وستات بيوت كتير اتصلوا بيا عايزين يتعلم، فانا بوعدهم ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هعمل لهم طبعا كورسات كورس فعلا واعلم هيكون كل اللي عايز افضل. يتعلم، لان في ناس كمان من اسكندريه يا عيني عايزه وعماله اتصل بيا كتير، قلت لهم وعد مني هعمل لكم ان شاء الله انا فعلا قليل يعني وهساعدهم. اني اشوف ده لا بصراحة. مش شغل الهاند ميد مش كتير، ولو بالظبط، موجود بيبقى موجود على شغل الملابس بس، لكن على شغل ولو الازاز موجود والعرايس ودي لا. حتة تانية هتكلم فيها يعني، يمكن انا معرفش الاسعار عندك، بس شغل الهاند ميد دايما ده اللي عاوزة اوصله للناس او افهمه للناس، ان شغل الهاند ميد دايما معروف ان هو غالي، اه صح كده؟ صح، فكلمينا بقى عن اسعارك، يعني مش عاوزاكي تقولي اسعار بس، كلمينا عايزه اسعارك اقول عامله لك ايه؟ الاسعار عندنا بتبدا يعني بحاجات ما تتخيلهاش، مثلا ب 300 جنيه، تخيلي في حاجات 300 جنيه ب 300 جنيه. لا انا اعرف ان شغل الهاند ميد بيكون اغلى، يعني الالماس نفسه اصلا اللي فيه يعني غالي. تقريبا ب 300 جنيه. ف بس 300 جنيه تبقى حاجه ايه مثلا، سكريه، حاجه بسيطه، فاهمه ازاي؟ لكن حاجات بعد يعني كده مثلا بتعلى. زي شيالة مثلا، آه. دي سعرها كام؟ اديها سعر انت بقى، انت قاعده معانا اهو شوفي السعر كده تقريبا اهو، انت بنوته كده وشوفي الدنيا كده تبقى ايه. يعني مثلا بتاع، بصي انا جبت شيالة بس ما فيهاش شغل خالص، ما فيهاش اي شغل نهائي، جبتها ب 850 جنيه بس ما فيهاش شغل خالص، لونها بينك وفيها رسومات التركي دي، عارفاها؟ احنا بنبدأ الشيالات عندنا من 500 لحد دي كام 800، سعرها دي كده على وضعها ده 550 جنيه، بجد؟ والله العظيم برافو بجد. 550 في جنيه 550 وفي 500 وفي 600 وفي 800، في اسعار كلها وفي حاجات احلى من كده انا بكتير. بتكلم عن دي اللي هي اه دي 3، انا عندي دي زيها 550، 3 بالظبط بس كل لونها الاسعار بينك اللي بقول لك عليها تلاتات، انا في تلاتات. واحده عملتها بتختلف ايه بقى في قطعتين في الماتيريال ولا؟ الماتيريال والخامه بتاعت الخامات اللي بتحط عليها. طيب هسألك بقى سؤال تاني، يعني انا مثلا عندي شيالة زي دي زي ما بقولك مثلا، اه بس عندي مثلا شيالة سادة ما فيهاش اي حاجة. وعايزه تعملي فيها حاجه، بيتصلوا بيا وببعت لهم شركه الشحن، بتاخد منهم بعملها لهم حاجه تانية خالص وبرجعها لهم. دي يعني حاجه باسطه الناس قوي بجد بجد. واحده عندها مثلا ابو جوره وشكلها هيدم بالظبط. عايزه تغير في شكلها، تبعتها لي اعملها لها. واحده عندها فازه كده بتصورها لي، ايه رايك يا مدام نور انا عايزه اغير في شكلها، ابعتها لي وهعمل لك شكلي وشوفي شكلي واثنين وثلاثه واللي يعجبك بثبت عليه. فالناس حابه الموضوع والحمد لله، انا فضل حبيت ونعمه من الموضوع جدا. ربنا. تحسي في حاجه في متعه، انت عارفه يعني ايه من وقت الكورونا لحد دلوقتي تعملي براند زي كده؟ ما ده اللي انا انا بالنسبه اتكلمت لي كانت فيه، دي حاجه حاجه حلوه واصله جدا وده نجاح الحمد انت لله. حققتيه في وقت ان الاقتصاد اصلا في مصر كان واقع، وما كانش اي حد بيفكر في اي حاجه غير احنا هنطلع من ازمه كورونا امتى. والله ما انت عندك فبرافو. اكتئاب فلازم تطلعي نفسك من الاكتئاب او الزهق اللي انت فيه. ما انا قاعده زهقانه وفي ايدي، طب اغير اعمل اي حاجه، ما انا مش هقعد افضل بقى يا ترى الشغل هيفتح امتى، طب يا ترى مش عارف ايه. لا انا عملت شغل وانا قاعده، ما اكيد الدنيا هتفتح، اكيد الدنيا الايام مش هتقوم، الدنيا كلها كل الناس بيحصل عندها تروبات كل ايوه العالم. انت بتوصلي رساله لسيدات كتير بيبقوا قاعدين في بيوتهم بيشتكوا دايما من المصاريف، بيحصل اصلا يعني الموضوع ده بيؤدي لحاجات كتير، ممكن يؤدي لخلافات زوجيه ان مش قادرين يتعايشوا علشان الحاله الماديه بصي مش في لطيفه، تفكير مش هتعرف تشتغل، فشايفه ان حاجه زي دي ممكن ان هي تساعدهم، تنفعها حافز حافز وتساعدها. على فكرة حضرتك. يعني في ستات كتير رجالة كتير تقول لك لا الست ما تشتغلش، طب ليه ما تشتغلش؟ هو على فكرة الراجل لما بيخلي مراته بتشتغل مش ان هو مش قادر يصرف عليها، لا ده هي بالعكس بتحقق طموحها، بتحس بذاتها، يعني حاجات كتير بتحس بروحها. معلش انا هصحى هقوم من النوم اعمل حاجتي وارجع انام تاني او اتفرج على التلفزيون، لا طب انا عندي مجال اعمله حتى لو انا قاعدة في بيتي. صح. انا حابه ان شاء الله باذن الله تعالى ان انا اوصل الفكره ان كل بنت او كل ست ممكن تعمل مشروع وهي قاعده بيتها. انا فخوره بك جدا تسلمي لي يا بجد، حبيبه انا قلبي، نفسي اكون تسلمي زيك ان شاء بجد الله. ربنا والله، يخليك يا رب، انتي احسن. ربنا يخليكي. عاوزه اعرف منك بقى ايه الصعوبات اللي قابلتك، يعني زي ما بنقول انتي فتره بسيطه خالص، فايه الصعوبات اللي قابلتك في بدايه خالص البراند؟ ايه الصعوبات الصعوبات اللي اللي وقفت في قابلتني في طريقك؟ الاول ان انا كنت، طب يعني انا هوزع، طب انا عملت الشغل وعجب الناس، طب انا هوزع على هودي اونلاين، فين؟ هوديه فين بعد كده؟ صح. طب اعمل كميات كبيره واركنها؟ لا اخاف، طب هخسر، انا مش عايزه اخسر. ومش وبرده المكسب، انت لحد دلوقتي لحد النهارده انت بتدفعي ما بتاخديش، ليه؟ بتسمي بتعملي اسم، بتعملي بتعملي بتبني اسم نفسك وسوق، بمعنى فاهماني صح. ازاي؟ فلا انا هعمل اسم وسوق، فهبدا الاول عملت صفحه، عملت جروب، عملت قناه، محمد وآلاء بيصوروني على طول، هما اللي محمد بيدوني وآلاء فكرة. قد ايه بقى؟ محمد في طالع تاني اعدادي
لسه صغير، وقلق دي خلاص بقى السنه دي داخله حقوق مع حنان بنتي، ما شاء الله فالاثنين ما شاء صغيرين الله. برضه يعني. دي حاجه، بس بقى انت عارفه بقى صغيرين دلوقتي بقى احسن مننا في السوشيال ميديا طبعا. والتفكير ده كله، ما ده اللي سالتك فهم فيه. لما ادوني الفكره، طب لا طب ما انا اشوف الناس اللي ممكن تعمل لي دعايه اكتر في الشغل، فدخلت على اليوتيوبر واتعرفت على ناس، وناس محترمه جدا جدا ولذيذه قوي، وساعدوني بجد بالفعل، مفكرتيش ساعدوني ان هم تعملي ينزلوا لما نديهم الهديه ان هم يعلنوا عنها ان هي عجبتهم. انا مش عايزه منهم اي حاجه، انا ما قلتلوش اعمل لي صح اعلان، انا صح الهديه دي مني ليك وشوف مجرد نيتها ايه. فقالوا رايهم مش اكتر، بس ولا اكتر ولا ده، فالحمد لله ساعدوني كتير. دي حاجه. تاني حاجه ان انت تجيبي خامه اللي هتلزق وما تطلعش، صح دي كانت بالظبط، اصعب حاجه، دي اصعب حاجه. دي ما ده اللي لفيت انا بفكر عليها فيه، كتير. ان مثلا هل لو حاجه من دي زي ما قلتي كده استخدمناها واتحطت تحت الميه تحط تحت تتغسل الميه تتغسل، وبعد ما تتغسل تتنشف كويس على طول؟ على طول. لو ما اتنشفتش كويس انا مش ضامنه ان هيحصل صح فيها اي حاجه. بالظبط، هاتي اي معلقه هو اي ستانلس حاجه حتى، بنجيبها سوء الاستخدام سوء الاستخدام بيبوظها صح. يعني. هاتي هاتي طقم ستانلس اغسليه وسيبي فيه ميه هيبوظ، طقم اي طقم اي نوع من الحاجه هيبوظ. لكن لما تجيبي حاجه وتحافظي عليها تفضل محافظه. انت لما قدمت الاكل مثلا لضيوف اصلا مش هياكلوا والله مصلحه ليها يعني، هيبصوا على الحاجه هيبص ويشوفوا على حاجة هيشبع على طول. أو فعلا فهيبصوا على حاجه، وبعدين بعد ما تخلص تغسل وتنشف، فاهماني؟ صح. وبعدين مش هتحتاج موضوع ان هي لازم تحط في غساله، وبعدين لا مش لازم هيبقى استخدام دايركت يعني، ايوه ده اللي زي بتكلم. العبايه او صح اي حاجه فيها تطريز، فلازم صح تحافظي عليها عشان ما تتبهدلش. بس عاوزة بقى اعرف منك كده في الاخر، الفقرة بتاعتنا اللي بتخلص بسرعة، ايه خططك المستقبلية اللي انت بتفكري فيها الفترة اللي جاية وهتعمليها وهتشتغلي عليها؟ ان شاء الله يعني نفسي البراند يكبر اكتر من كده ان شاء الله ويكون لنا اسمنا في السوق، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا، بشكر ربنا الحمد لله اولا واخيرا ان انا وصلت لكده، وان شاء الله هكبر باذن الله عشان انا في ربنا. بإذن اول الله حاجه طبعا. ان انا اساعد كل بنت وكل ست في بيتها، اعمل لهم كورسات يعني، حتى اللي في اسكندريه اللي في الجيزه اللي في اكتوبر يقولوا مثلا يعملوا جروب وانا هديهم الكورس اللي هم عايزينه. دي حاجه، وفي ان شاء الله يمكن ربنا يكرمنا بقى ونعمل دي رسالة، ده محل اللي او انت اتنين بتوصليها كمان ان الناس تشتغل. ان شاء الله باذن الله، برافو وان عليكي. شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل بقى محلين ثلاثه كده، حاجه ستايل باذن عالي الله، اسمنا يبقى اكيد موجود فيها اكيد باذن ان شاء الله. الله، واكيد نعمل الاعلان بتاع المحل قريب باذن باذن الله. الله باذن الله. فخوره بيكي جدا ميرسي قوي يا حبيبه ومبسوطه قلبي، منك جدا، ميرسي قوي. واستفدت منك حاجات كتير على فكره. تسلمي تسلمي، وللاسف الفقره بتاعتنا خلصت بسرعه قوي. ميرسي جدا، وكنتي منوراني النهارده. انا سعيده بيكي والله. طبعا عاوزين نقول اللي عاوز يتواصل معاكي ان الارقام ظهرت على الشاشه، وكمان البيج بتاعتك اسمها الابداع الابداع الفني، الفني. فاي حد عايز يتواصل معاها على ضمانتي يا جماعه. تسلمي يا حبيبه قلبي، فقرتنا خلصت، وانتظرونا بعد الفاصل في فقره جديده.